اسمع رسالة الأم التي أبكت القلوب قبل العيون، رسالة لأم مريضة بالكانسر. اسمعوا معايا قالت إيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشكر حضرتك يا أستاذ أسامة على مجهوداتك، وبتمنى ربنا يكلهك بالنجاح وحد يحس بوجعنا ويرحم الطلبة أو أولياء الأمور اللي بيموتوا في كل لحظة وفي كل وقت. أنا والدة ضحية من ضحايا الثانوية العامة. مش هقول لحضرتك بنتي كانت من المتفوقين ولا كانت من الاوائل ولا كانت بترجع بدرجات عاليه ولا كانت بتجيب شهادات تقدير، لا ده اللي حقيقه. حتى مع نظام التابلت بكل مشاكلها بنتي كانت ممتازه. ولا هقول لحضرتك مدرسينهم كانوا بيحترموها وبيحبوها وبيقدروها ازاي، وكل اللي يعرفها مصدوم في النتيجه. انا بس عايز اقول لحضرتك ان بنتي هي الامل الوحيد ليا في الحياة، وكان نفسي اطمن عليها قبل ما فارق الدنيا. ليه؟ لان عندي الكانسر، عندي سرطان، ومش عارفة اوصف لحضرتك مدى المعاناة من المرض وعلى المرض ومع الثانوية والدروس وحاجات مؤلمة. اسمعوا اللي جاي بقى، الرسالة بتاع الام دي. انا كنت بوفر ثمن العلاج رغم ضرورته وصحتي المنهكة علشان بنتي. كنت مستنية لحظة دخولها كلية الهندسة وتحقق حلمها اللي كانت بتحلم بيه. كنت بمسح السلالم علشان اجيب لها حق الدرس رغم مرضي وصحتي. كنت بوفر في اكلي وشربي عشان خاطر بنتي تاخد دروس وما تحسش بالنقص. كان نفسي اشوف بنتي واحملها المسؤولية علشان خاطر ولادي اللي لسه صغيرين. عاوز تاخد بايد اخواتها، ولكن النهاردة كان مرار وقسرة وقهر بعد مجهود 14 سنة في التعليم. داس على الحلم والأمل وقضى على كل اللي فيها حتى ثقة بنتي بنفسها، وبقت تقول أنا ولا حاجة، أنا عملت كل حاجة وما خدتش ولا حاجة، ولا سهر الليالي ولا وجع ظهري ولا كسرته ليل ونهار على الكتب، ومش قادرة ولا عندي طاقة أعيد السنة ولا أكمل تعليمي خالص. بتسأل انا لو كملت هاخد حقي برضه ولا كالعاده هيتداس عليا. في بلد بتمنى ان انا اعيش فيها وانبت فيها واطلع انتاج فيها لدرجه نفسي اتعلم في بلدي. حسيت بالظلم في بلدي وانا لسه في ريعان، لسه ما شفتش حاجه، مع العلم ان هي مظلومه وما رحموهاش كمان، ادوها مجموع 49.8، يعني كان فاصل 2 بس وبنتي تنجح. هتعيد السنة عشان ايه؟ الحصة كانت بتقعد فيها ساعة 8 ساعات اونلاين، وبعد كده بتكمل مذاكرة، وجابت اصفار في الرياضة اللي هي متفوقة فيها من وهي في ابتدائي. اصفار يا سيادة الوزير، بنت متفوقة تجيب اصفار؟ بنت طالبة تجيب اصفار؟ على رأيها بتقول لو انا كنت رحت الامتحان وكتبت بس اسمي بتهيألي كان هيدوني اي درجة. ارجوك قول لي اعمل ايه. يعلم ربنا اني بكتب الرسالة لحضرتك وانا جثة هامدة على السرير مانيش عارفة اتحرك من كتر التعب والحسرة والندامة. الحقها من الكانسر ولا من غم ولا من هم ولا من تعب السنين عشان خاطر بنتي. اتحنيت واتذليت على مسح السلالم وال حاجات كتير. لما ام من الامهات دي تدعي دعوة بسيطة، بتخيل ممكن ربنا يرفض الدعوة؟ دعوة المظلوم يا سيادة الوزير، او يا مسؤول التعليم، او يا اللي بتصحح، او يا كل واحد ظلمت طالب، اياك ودعوة المظلوم كالرصاصة، زي ما قال استاذ عمرو امبارح زي الرصاصة هتجيلك مش هتسيبك. ويا ريت كل اللي ظلم طالب يتأذى في نفسه مش في عياله، في نفسه. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. احنا مش عاوزين اكتر من حاجه واحده بس، حقنا فقط في بلدنا.